اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده على رغبه حضراتكم من خلال التواصل من خلال السوشيال ميديا، اسئله كتير موجوده على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، وبنتابع لحظه بلحظه ومعانا فريق سوشيال ميديا بيتابع لحظه بلحظه. اسئله كتير احنا بنجاوبها عملي من خلال الاسبوع. من ضمن الأسئلة طبعاً عملنا في حاجات وبنجاوبها نظر، وفي حاجات بنعملها عملي مع بعض. فأسئلة كتير بتسأل المقلوبة، إيه المقلوبة دي؟ هي أكلة إيه؟ بيكون اتعزمنا عليها، سمعنا حد بيقولها في مسلسل في فيلم، أكلة من الأكلات المشهورة في المطبخ العربي، سواء إخواننا الفلسطينيين بيعملوها، الأردنيين في الخليج، الشوام. هي أكلة طبعاً بيرجع أساسها للمطبخ الأردني عشان تاخد حقه، والمطبخ الفلسطيني، ولكن لما شيف مصر بخفة دم مصرية يعملها تبقى مصرية بنت مصرية. يعني إيه؟ لازم تتعامل بالرز المصري. هل هي تتعامل بالرز البسمتي يا شيف؟ لا، ما تبقاش مقلوبة، نسميها أي اسم، ولكن المقلوبة نعملها في الصين، نعملها في اليابان، لازم رز مصري. هنعملها النهاردة بالأرنبيط والدجاج، ولها أسرار، وليه سموها مقلوبة هنجاوب من خلال الحلقة بتاعتنا إن شاء الله. معانا شوربة البطاطس النهاردة، والبرد والشتاء بيحب أنواع كتير من الشرب. إحنا عملنا العدس بأشكال كتيرة وبأطعمة مختلفة، النهاردة هنعمل شوربة البطاطس بالكرفس. وهل مقولة إن الكرفس ملك الشوربة دي حقيقي؟ هنشوف الكلام ده في الواقع في طبق الشوربة، إزاي نشم ريحة الكرفس وإحنا قاعدين على السفرة بتاعتنا. معانا البتنجان أبو قلب أبيض زي شيف المغازل كده، ولكن هو أسود من بره. هنعمله النهاردة متبل بالطماطم المشوية، له أسرار، بياخد زبادي ولا طحينة ولا دبس الرمان؟ هنجاوب برضو عملي مع حضراتكم ونشوف متبل البتنجان اللي يفتح نفسنا وشهيتنا على الأكل بتاعنا، وحاجات بقى غنية بالألياف ومضادات أكسدة. وعلى فكرة البتنجان قيمته الغذائية عالية جدا بيضاهي اللحمة، يعني لو حطينا الاتنين في كفة واحدة كفة البتنجان تكسب بالنسبة لي أنا. انتوا عايزين طبعا الهوبر، ولكن البتنجان بجد نستخدمه صح الامن وزي الفل. انا مش عايز اطول لحضراتكم لان حلقتي فيها تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، وكمان اسرار لمطبخ بتكلفه قليله، ولكن الاكل قيمته الغذائيه عاليه جدا وبيتعمل بفكر طهوي ممتاز جدا، وخبره السنين بنقدمها لكم على طبق من الماز. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. دايما لما تخش المطبخ وعندنا حاجات كتيره زي اللي هنعملها مع بعض النهارده لازم تنظمي وقتك، ولما بتيجي الفرصه في ان احنا نتكلم عن تنظيم الوقت وتقف في المطبخ اقل وقت ممكن، دي شطاره منك وفهلوه زي ما بنقول بالبلدي. يعني ايه؟ انا عندي النهارده مقلوبه وشوربه وبتنجان تقطيع خضار، اي نعم معايا مساعدين شطار وكل حاجه، ولكن عايز اعلمك لما تقف في المطبخ بقدر الامكان ما تقفيش كتير، ممكن تقفي ساعه زمن تعملي حاجه، وبعد ساعتين ثلاثه تشوفي حاجات ثانيه في البيت، تقفي برده ساعه ونفس القصه، عشان برده نحافظ على صحتنا على المدى الطويل. انا هعمل دلوقتي المقلوبه بالارنبيط والدجاج، ده المسمى بتاعها العلمي. مع ان انا ما فيش مسمى علمي لاي اكله، هي بتطلع كده على حسب اللي عاملها وحسب البلد. يعني مقلوبه الارنبيط بالدجاج هنشوف نعملها مع بعض ازاي ولها اسرار. معانا ارنبيط ومعانا رز مصري، وتحت كلمه مصر دي خط من هنا لغايه سور الصين. ليه ما تتعملش برز بسمتي؟ لازم رز مصري. ومعانا صدور من الفراخ، والمقادير على الشاشه ممكن تصورها بتليفونك تكتبيها زي ما انت حابه. توابلنا ملح وفلفل وشويه كمون. ليه كمون يا عم الشيف؟ علشان مشاكل الأرنبيط مع الكولون، الكمون طارد للغازات وبيعالج مشاكل الكولون، وخاصة مع أرنبيط مع كرومب، وعشان كده دايما بنستخدمه في أطباق المحشي. دي المقادير. حلو الكلام، تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. في طريقتين لاستخدام الأرنبيط، يا إما إن احنا نحمره في الزيت يا إما نشويه في الفرن. طب أيهما أفضل يا شيف؟ للأمانة لو أنا أعملها دايت وأعملها رجيم ممكن أشويه في الفرن، ولكن لما احمره في الزيت هيبقى طعمه حلو قوي على فكره لما يستوي مع الرز، والحبات الرز تتنعشش كده وتخش ما بين الارنبيط وبعضه بتبقى لطيفه وجميله. بناكل الرز مع الارنبيط بيبقى طعمه حلو قوي. فمعانا ارنبيط طبعا مقطعينه جاهز هنا، هينزل يتحمر في قلب الزيت. دي اول خطوه اهو بالشكل ده كده. اساتذتي فرسان التلفزيون المصري، طبعا الارنبيط وهو بيتحمر لازم ينزل في زيت غزير، والزيت ده يكون سخن، ما ينفعش احمر الارنبيط في زيت بارد، هيشرب منك زيت ويبقى شكلنا وحش. طبعا عشان نغسل الارنبيط في طريقه لطيفه حلوه قوي لغسيل الارنبيط، وخاصه للخضروات الدرنيات زي الارنبيط زي الكرنب
زي البروكلي، الحاجات اللي هي بتبقى معرضة للأتربة والجو اللي احنا فيه. بتاخد الأردبيل ده كده بتقطعيه في سوس وتحطيه في مية ساعة وتغسليه مرة واثنين وثلاثة بالشكل ده كده، تحط كمية مية وتغسليه. طبعا أنا معايا أردبيل جاهز عشان كده بنستغل كل وقته كل وقت وكل دقيقة في البرنامج. اهو الحاجات اللي بنقدر نعملها ونحضرها بنقدر. اهو دي الطريقة الصح لغسيل الأرنبيط بالشكل ده كده. اه بتجيبيها من عند الراجل بتاع الخضار، تقطعها بالسكينة كده بالشكل اللي انا بقطعه ده كده. اهو كانت زمان الوالدة أم الله يرحمها والله العظيم الراس بتاعت الخصية وراس الأرنبيط دي تقشرها، وأكون وعيط كده مثلا راجع من المدرسة وشايل بقى شنطة الكتب على ظهري، كانت شنطة قماش كده واخد بالكم، بني تقشر لي راس الارنبيط دي كنت افرح بيها، تلاقيها مسكره وعسل كده طعمها رهيب جدا. تقول انت بتاكل قصب؟ والله العظيم بتكلم من قلبي. راس الارنبيط وراس الخصايه تتقشر تبقى عسل، كان يعني هي بتبقى احلى من القصب اللي احنا بنستخدمه. هناخد كده الارنبيط بالشكل ده كده ويتغسل في ميه ساقعه بالشكل ده كده اهو مره واثنين وثلاثه لغايه لما ننضفه بالشكل ده كده، ويتحمر في الزيت او يتشوي. الارنبيط ده ينفع يتعمل سلطه؟ ينفع زي الفل تمام. قدر الارنبيط معانا اهوت، بتصفيه من الميه كويس وفي الاخر بتحمريه في قلب الزيت او تشويه في الفرن حسب الرغبه. الارنبيط معانا باللون اللطيف ده كده، والارنبيط فيه ميزه حلوه لما بيبقى مقرمش وينزل على الخلطه اللي عاملها دلوقتي للمقلوبه بيبقى طعمه لطيف وحلو. اه ما تشيبش مني الزيت ولا اي حاجه، واسيبه هنا على جنب كده لغايه لما اخلص اللي ورايا من الصلصه من الفراخ من البصل من التوم وهكذا. ادي الارنبيط اتحمر وجاهز، هنبدا ان احنا نتعامل مع الفراخ ونشوف هنستخدمها ازاي. حلو قوي زي الفل. حلو قوي. جالنا سؤال دلوقتي من خلال السوشيال ميديا، احنا بنتابع حضراتكم احنا على الهواء مباشره، الاسئله اللي بتسالوها احنا بنجاوب مباشره عليها هوا. ايه هو المكدوس؟ حلو. اخواننا السوريين ربنا يعافيهم يا رب ويرجعوا لبلدهم سالمين غانمين، طبعا لما جم هنا للامانه يعني اشتهر المكدوس عندنا في مصر عشان نتكلم الصراحه. حلو. اه المكدوس هو البتنجان بتاعنا العروس الصغير، بيتجاب كله حجم بعضه، والبتنجان ده يتسلق في ميه مغليه بشويه ملح بمعلقه من الخل. حلو الكلام. وبعد ما يتسلق بنفتحه فتحه صغيره كده بطرف السكينه ويتعصر جامد ويتساب يوم اتنين لغايه لما ننزل ميته. حلو الكلام. والبتنجانيه لما نسلقها في ميه بملح وعصره وشويه معلقه خل عشان نقتل اي جراثيم، والبتنجانيه بيبقى لونها الطبيعي حلو. وبعد كده بنجهز الحشوه اللي هي حشوه المكدوس. ايه هي؟ طبعا احنا المصريين بنعمله مخلل بيبقى لطيف وحلو بالشطه والثوم والفلفل، ده برده بيبقى لطيف وحلو ما يستغناش عنه. طبق ملوخيه بناكل طعميه والحاجات دي احنا عارفينها عند اخواننا بتوع الطعميه والفول، ولكن المكدوس مدرسه ثانيه خالص، مدرسه شاميه سوريه احنا عارفينها كلنا. لازم يتحشي طبعا عين جمل مع هريسه حمراء. ايه هي الهريسه الحمراء؟ اللي هي الفلفله الحلوه معانا في الاستوديو اهي، تنجبها كده اهي، استاذن مخرجنا الجميل معلش اجيبها اهي. ده الفلفل الاحمر ده بيتجاب وتتشال منه البذور ويتيبس. يتيبس يعني ايه يا شيف؟ يعني يتحط كده في البلكونه في مكان فيه تهويه. وده الفلفل الاحمر او الهريسه الحمراء اللي هي اساس المطبخ الشامي، بتنضرب في الكبه مع زيت زيتون وتحفظها في الثلاجه مع طبق ملوخيه تلاقيها، مع طبق مكبلات تلاقيها، مع مشويات تلاقيها وهكذا. ده اساس المكدوس، وبتحط له طبعا ملح وتحط عين الجمل والشطه زدت عزاز سبايسي، ويتحشي البتنجان بتاعنا اللطيف وشويه توم حلوين زدت حبه توم. عشان كده بنصح ان احنا نعمله في البيت، نحط توم ما نحطش الاختيار ليك، وتحط ببرطمان مغمور بزيت الزيتون ونقفله كام يوم يا عم شيف؟ هو ده الكلام. بعد سلقه بيقعد 15 يوم، تطلعي البرطمان تاكلي صوابعك قبل ما تاكلي المكدوسيه. حلو الكلام. وان شاء الله باذن الله تعالى هنعمله مع بعض. ادي الارنبيط هنا في قلب الزيت. سريعا كده قبل الفاصل هنحمر الفراخ عشان دي مهمه جدا الخطوه اللي هعملها دلوقتي. اهو اهو شويه زيت زيتون حلوين كده تمام. بنزل ببصل، وانا من الناس اللي بيحب البصلات تتحمر بتاعه المقلوبه بتدي طعم للرز. شويه ثوم حلوين. ها حلو حلو. طبعا جالنا سؤال كمان من على السوشيال ميديا دلوقتي، طريقه عمل المناقيش ولا الفطاير يا استاذ رحاب؟ طيب هي المناقيش
او الفطاير او الصفيحه، دي مسميات طبعا عشان حضراتكم بتبقوا عارفينها لما نتسائل بيها. المناقيش بالزعتر، ممكن تعملي العيش الشامي ده، بتجيبي زعتر، الزعتر الشامي اللي هو مخروط بالسمسم، في منه الاخضر وفي منه طبعا البني، ده حسب اللون وحسب التحميص، بيتجاب طبعا ويتحط له زيت زيتون مع بصلايه مفرومه ناعم ونحطه على وش العجينه. دي المناقيش بالزعتر. الفراخ هنا بتتحمر بتتشوح اهو بالشكل ده كده. هنسيب الفراخ تستوي مع الخلطه اللي انا عاملها دي كده، وهناخد بعضينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. ليه سموها مقلوبه؟ اللي يعرف يتصل ويقول لنا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، لازم الفراخ تستوي قبل ما احطها في قلب المقلوبة اللي هي الرز المصري مع القرنبيط او البتنجان حسب ما انت بتحبي. طب لو قدامنا مقلوبة بالبتنجان ولا القرنبيط، ايهما افضل يا شيف؟ لو احنا حطينا الاتنين مع بعض تبقى لطيفة قوي، بس انا بحب المقلوبة بالبتنجان للامانة. يعني ليه بقى؟ البتنجان لما بيستوي جواه الرز المصري بالتتبيله بالخلطه بيبقى طعمه حلو قوي على فكره، فجربوها برده بالبتنجان، وهنعملها لحضراتكم ان شاء الله بالبتنجان. احنا هنخش على اللي بعده. هشتغل طيب زي الفل، انا بس مستني الفراخ تستوي شويه. في الخلطه بتاعتنا بهاراتنا ملح وفلفل وشويه كمون حطيتهم، والفراخ بتستوي هنا مع الخلطه والشوربه اللي انا هشرب بيها المقلوبه. حلو الكلام؟ طيب هنخش على اللي بعده. هعمل دلوقتي متبل البتنجان. هتعمله ازاي يا عم الشيف؟ اول حاجه هشوي الطماطم عشان الطماطم دي تتشوي بسرعه واخلص من الجلده بتاعتها، بتقطعها نصين كده وتحطها في صينيه مع رشه زيت زيتون ورشه ملح. هتلاقي القشره دي نطرت لوحديها اللي بتبقى بتاعت الطماطمايه، زي ما بنسلقها كده ونشيل القشره بتاعتها ونعمل صوص بيتزا ونعمل طماطم مهروسه لطبق مكرونه بالشكل ده كده. دي الطريقه الصح ان انا اشوي بيها الطماطم، ما تشويهاش وهي سليمه. ليه يا عم الشيف؟ عشان نتخلص من السائل بتاعها كده وناخده للمتبل بتاعنا اللي هو البتنجان. الطماطم هي زي الفل، معاها قرن فلفل حار، وده احنا شويناه. حابين نحطه مع المتبل اهلا وسهلا، مش حابين حسب الرغبه. ولادك بيحبوا الحار استخدميه، جوزك بيحب الحار استخدميه، حماتك عندك بتزورك اساليها من باب الادب. حماتي عندي، والله يا حماتي انا هعمل النهارده طبق بتنجان، شفت الشيف المغازي بيعمله على القناه الاولى. بتنجان نحمره في الزيت كده وشوى طماطم وهرسه. عايزاها سبايسي يعني فيها فلفل حار ولا مش عايزها؟ مش تخسري حاجه، الست هتحبك وتطبطب عليكي، وطبطبه الحما زي طبطبه الام، خلي بالك ده مهم جدا. ورضاها من رضا الام، لان هي اللي جابت لك الفارس العريس الراجل اللي هو سندك. هنحط زيت الزيتون يا عم الشيف على وش الطماطم دي كده وندخلها الفرن تتشوي. نعم يا غالي، بيقول لي انت حطيت فلفل احمر ليه؟ فتاكه بقى، بجود مش هيقول لا. الزعتر ده يتحط كده بالشكل ده كده، بيدي طعم حلو. هناخد يا عم الشيف الطماطم دي نشويها في الفرن، نكسب من وقتنا طالما الفرن مولع معانا، نستفيد بالكهرباء اللي شغاله فيه. ده المطبخ، الفرن انت بتجهزيه لحاجه معينه عشان يبقى سخن، دخلي فيه حاجه كده تستوي. الطماطم هنحطها في قلب الفرن تتشوي. زي الله، بنودعها لمده 10 دقايق. قالت بيسموها مقلوبه لان هي بتتقلب. اهم حاجه لما تيجي تقلبي المقلوبه ما تجيبيش صينيه ولا طبق من عند الجيران. داري على شمعتك المقلوبه تنور. يعني ايه يا شيف؟ يعني لو انت بتعملي المقلوبه امنها على الصينيه والسرفيز الاثنين مع بعض. يعني الصينيه زي اللي معايا كده تبقى قد السرفيز. والله العظيم انا بكلمكم بالصدق واحنا مع بعض. ادي السرفيز اللي هقلب فيه المقلوبه. لما نيجي كده نعمل تجربة اهي، ده اللي انا عايزه عشان كده تطلع معاكي مقلوبة. اساتذة المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، تركاية كده بتاعت الشيف المغازي، صينية وهتعملي مقلوبة، أمنها على السرفيز والصينية. أول ما دخلت الاستوديو أمنت عليهم. يبقى أنا كده هحط المقلوبة هنا وأدخلها الفرن، تستوي أقلبها، هي دي المقلوبة. حلو الكلام؟ تعملها بقى بالبتنجان، تعملها بالقرنبيط، تعملها بالبطاطس زي ما أنت حابة. أنا دلوقتي حطيت الطماطم تتشوي في الفرن، شغال في طبق شوربة البطاطس بالكرفس، مقاديرها على الشاشة علشان أكسب وقت البرنامج تكون استوت، وأنت تتعاملي في المطبخ زي ما أنا شغال كده.
شوربة البطاطس على الشاشة، عبارة عن بطاطس وكرفس وتوم وبصل والبهارات بتاعتنا شوية ملح وشوية زعتر وشوية فلفل، غير كده ما احطش أي بهارات تانية خالص، زعتر وملح وفلفل. البطاطس لما نيجي نعملها شوربة ما تحبش البهارات اللي تغير لونها، يعني حتى نقلل من الفلفل الأسود، لازم الشوربة يبقى لونها أبيض وحلو، والكرفس الاتنين مع بعض بيدينا لون لطيف وحلو. أنا قطعت البطاطس الصغيرة كده عشان تستوي بسرعة، بحطها في مية مغلية دلوقتي بعد ما أشوح لها بصلة حلوة عشان البصلة ما تبقاش نية في قلبيها، وأشم ريحة البصلة وأنا بشرب. لازم تحمري البصلاية بتاعة الشوربة، تعملها بالكرفس تعملها بالخضرة، تحمير البصلة في طبق الشوربة مهم جدا، حتى لو بتعملي شوربة عدس. أه البطاطس كده زي الفل، عندي بصلايه ناعمه وعندي زيت زيتون، بتعمليها بزيت الزيتون ولا بالسمنه زي ما انت حابه. انا هحط معلقه زيت زيتون صغيره، ممكن نحط لها مكعب زبده بعد ما تستوي مفيش مشكله. وادي البصلايه بالشكل ده كده، واحط فص توم حلو كله على النار، تشويحه حلوه للبصله والتومه وهي بتتشوح كده، بحط شويه زعتر حلوين، اقوم شم ريحه الزعتر ما شمش ريحه البصل. المطبخ ده لازم تبقى عارفه انت بتعملي ايه وبتحطي ايه على ايه عشان في الاخر يدينا ايه. ليه حطيت الزعتر على البصله والتومه بتتحمر؟ عشان عينيا، وكمان ما شمش ريحه بصل. دلوقتي انا بشم ريحه زعتر، الحله دي مطلعه دلوقتي ريحه زعتر حلوه قوي، الدخان اللي حضراتكم شايفينه ده كده. اه التحميره دي مهمه جدا. اه زي الفل. اخد البطاطس اللي انا مقطعها مكعبات صغيره كريهات كده، اشوحها مع البصله والتومه والزعتر. دي شوربه البطاطس بالكرفس، مطلوبه على السوشيال ميديا اهو. بتاخد دي ولا نشا يا شيف؟ لا ده ولا ده. النشويات اللي في البطاطس كفيله تقوم بدور البطوله، تدي قوام لطبق الشوربه. وبنصحش باستخدام الدقيق في اطباق الشوربه خالص نهائيا. اهو عايزه شوربه لها قوام، حط بطاطسيه مهروسه، معلقة نشا صغيرة، شوية كريمة لباني عشان تشربي طبق واتنين وتلاتة واربعة وتخلصي الحلة اللي انت عاملاها. وجوزك ما يشبعش بسرعة، تكون عاملة له حلة كرنب ولا حاجة وتيجي بقى سلكماه بطبق شوربة معمولة بالدقيق، مش هيكمل ولا هياكل حاجة من على السفرة. ما انصحش استخدام الدقيق في ربط الشوربة أو في قوام الشوربة. المعلومات اللي بقولها دي سجلها بسرعة، معلومات غير معلومة. اخد الميه اللي بتغلي جاهزه عشان اكسب وقت. اهو اللهم صل على النبي. يلا نعم يا غالي، بيقول لي فين الكرفس؟ زلزال زلزال. اهو 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 صل على الحبيب قلبك يطيب. اهو فين الكرفس؟ الكرفس مش دلوقتي خالص. هنسيب الشوربه دي تستوي كده على نار شديده ونروق على البوتاجاز بتاعنا، وتعالوا نطبق المقلوبه. الفراخ استوت، الأرنبيط متحمر وجاهز، الرز المصري غسلناه مرة اتنين تلاتة، وبعد ما اتغسل يا مدام عبلة سيبنا الرز كده منقوع على جنب عشان نكسب وقت وما ياخدش وقت كتير في السوا، كأنك بتعملي رز معمر بالظبط. طبيعي كده لو عندنا مشاكل مع الكولون ولا حرقان ما ناكلش لا جنزبيل ولا الحاجات اللي بتبقى فيها سبايسي، مش لازم يعني الشطة بس، لا الجنزبيل كمان حار، مشروب القرفة لوحده كفيل. ولكن انصح بانك انت تستشيري دكتورك، ولكن نصيحه مني انا، استخدمي دايما الخضروات الغنيه بالالياف زي الخيار، الخس، البتنجان، الحاجات دي مهمه جدا، بتبقى صديقه الكولون، سريعه الهضم، ما بتقعدش في المعده كتير، اي حاجه غنيه بالالياف. ومن نعم ربنا علينا في مصر هنا كل حاجه فيها الياف زي البتنجان زي الخس زي الجرجير، كل ده بسعر التراب زي ما بيقولوا، مش حاجه غاليه، بره بالدولار، احنا في مصر هنا بثلاثه تعريفه. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل، ازاي نطبق المقلوبه وليه سموها مقلوبه؟ ما زال سؤالنا مطروح، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. جوزك اتصل بيكي وقال لك يا حبيبتي النهارده تسلم ايديكي زكاتك، عايز اكل من ايدك النهارده مقلوبه، شفت الشيف المغازي لسه بيعملها النهارده وعايز اكلها. حلو قوي، انا نص ساعه وراجع، تجيب السلامه يا حبيبي هتلاقيها موجوده. في طرق كتيره قوي لعمل الحاجات بطريقه سريعه ولكن بنفس الطعم، زي المقلوبه اللي بعملها النهارده. الرز انا غسلته وسبته يتنقع فتره طويله علشان ما ياخدش وقت كبير في السوى.
عملت الطريقه هنا ممكن تعملها وممكن ما تعملهاش. اخواننا الشوام ما بيعملوهاش، بس انت لو عملتها مش هتقول لا، هتبقى طعمها لطيف. خدت الرز بسلوه ثلاث ارباع سوا في الشوربه بتاعه الفراخ، وهدخله بعد كده على مقادير المقلوبه اللي هو الدجاج والقرنبيط. هي دي التركيه بتاعه المغازي عشان المقلوبه تطلع معاك بسرعه. شايفين انا عملت ايه دلوقتي؟ حطيت الرز بالشكل ده كده اهو، ما تاخدش وقت كبير خلاص. ارص شويه قرنبيط تاني بالشكل ده كده. ايه ده يا شيف؟ ده نعناع اخضر. شفت الشيف المغازي لما بيعمل حاجه كده تركية تبقى لطيفه حلوه؟ ليه النعناع يا شيف؟ عشان ريحه القرنبيط بهرب منها. ما في حاجتين ما بيفارقوش البيت حتى بعد ما ناكلهم ونهضمهم: سلق القرنبيط في البيت والكرنب. تلاقيه دخل وشعشع في وسط الملابس والبدل بتاعت جوزك والكرافطات، يلبس الكرافطه الصبح انت عامله قرنبيط النهارده يا حبيبي، ده كان من يومين. ما انت فاتحه اوضه اللبس مفتوحه في الشقه بتعملي قرنبيط وكرومب او بتسلقي في البيت، اقفلي الاوض اللي فيها ملابس او دولاب الملابس، دي مهمه جدا على فكره يا نهله. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ انا معاكم واحده واحده. والله وانا شغال الصينيه دي عايزه شويه شوربه، اجيب الشوربه منين بقى؟ حبيبي عايز سكر، منين اجيب له السكر؟ حلو، هو ده الكلام. الاول هطلع الطماطم اللي بتتشوى دي هنا. ركزي في التركية الحلوه اللي جايه دي كده، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. ده المطبخ، لما بقول المطبخ رؤيه وفن وابداع. بننزل احنا بده كده اهو. ايه يا شيف اللي بتعمله ده؟ اللي انت بتعمله ده مش ابداع، ده ابهار. الميه بتاعت سلق الطماطم او شوي الطماطم، معلقتين زيت الزيتون نزلوا على فين يا عم الشيف؟ غلفوا المقلوبه بالابداع والابهار. هاخد المقلوبه زي ما هي كده يا عم الشيف وندخلها الفرن. اللهم صل على النبي. نغطيها؟ نغطيها عشان تطلع معانا بسرعه. ورقه زبده الاول، وعلى ورقه الزبده دي ورقه فويل بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. ونقفلها كده يا عم الشيف، ومجهزين السرفيز ومأمنين عليه ومخبطناش على الجيران. عندك صينيه صغيره اعملها على قد السرفيز، عندك صينيه كبيره اعملها على قد السرفيز، وهكذا. السؤال المره دي لمخرجنا الجميل الشاطر اللي معايا بقاله سنين، وانا اعتقد عملت المقلوبه دي اكتر من كذا مره. المقلوبه دي اتحط في ارضيه الفرن ولا في نص الفرن؟ مصر كلها والدول العربيه كلها بتقول لك في ارضيه الفرن. هو ده، بس الفرن هنا يكون هادي شويه. طيب الطماطم هنخليها تبرد شويه، والشوربه بتاعتي على النار. هشتغل في متبل البتنجان، مش هياخد مني وقت. البتنجان ده هيتحمر في قلب الزيت، عندنا زيت درجه حرارته عاليه. همسك البتنجان ده احمره في قلب الزيت، مش هقشره، هحمره زي ما هو كده، اقطعه يعني مكعبات. انا عايز السمار بتاعه، والسمار ده جمال. الكب كيك يتعمل بالبرتقال، يتعمل بالموز، يتعمل بالفراوله. كوبايتين دقيق بياخدوا 3 بيضات، نص كوب من الحليب، ربع كوب من الزيت، نخفق المواد السائله، البيض مع الحليب مع الزيت، رشه ملح صغيره، فانيليا عشان زفاره الزيت البيض، وفي الاخر بنضربهم مع بعض. نكون حاطين البيكنج باودر على الدقيق ونقلبهم مع بعض، ونجيب قوالب الكب كيك ونحطها بمقادير متساويه. مقادير المتبل على الشاشه. يلا، بتنجان عروس او بتنجان رومي اللي معانا ده كده من خير ارضنا اهو، قلب ابيض زي الشيف اهو. حتى انا لابس اسود النهارده، انت قصدها يا استاذ رحاب؟ لابس اسود. حلو. حلو. دي البتنجان اهو، هنحمره في قلب الزيت تحميره حلوه كده، هيطلع يلاقي الخلطه اللطيفه بقى. انا مسميها الخلطه السحريه المغازيه، سميها كده عندك في الكشكول اللي خلص، الخلطه السحريه المغازيه لعمل المتبل. ايه هي؟ هنشوف مع بعض حالا دلوقتي واحنا شغالين. هي عباره عن دبس الرمان، عصير حامض اللي هو الليمون، نحكي بقى زي اخواننا الشوام والسوريين، الحامض اللي هو عصير الليمون، ودبس الرمان، زيت زيتون، طحينه، طماطم مشويه، دول كفايه. طبق حلو زي الفل. واخليه هنا، اخليه هنا في الكادر معانا عشان ما ننساهوش. زي الفل كده. ناخد الطماطم دي نقشرها في بوله كده
اللهم صل على النبي. اهو شفت القشره؟ عينيا نعم. امي اشيل المج؟ حاضر. اهو كده تمام؟ شفت القشريه؟ بس انا معايا فرسان التلفزيون المصري اساتذه المصورين حبايبي اللي بيسال الطماطم نشيل القشره ازاي؟ انا اهو القشره راح طلع لوحدها اهي. القشره بتطلع معايا اهيت. على فكره المطبخ الغربي بياخد القشره دي يعملها برزنتيشن يجرنش بيها الاطباق المشويات. احنا ممكن نعمل كده بس احنا عندنا هنا لو لقيناها يقول لك هو حاطط قشره طماطم. بالعكس ده احلى برزنتيشن اللي هو قشره الطماطميه اللي واخد اللون البرونز ده كده. الارض الفلفل ده زي الفل تمام. قرن الفلفل ده كده هاخده بس واشيل الصينيه دي ورا كده عشان اجهز الطبق بتاعي. ابص على الباذنجان اخباره ايه. اللهم صل على النبي. السرفيس ده كده ناخد الفلفل ده يتقطع كده. ده فلفل الاحمر اللي انا كنت حاطه بالشكل ده كده وننزل بوم هنا كده. يلا هنا كده ايوه. البرياني هل هو من المطبخ السعودي والخليجي ولا الاكله دي ترجع جذورها لايه؟ هو ده الكلام. والبرياني عايزينه بطريقه سهله. طماطم تتهرس كده. حاضر. البرياني يتعمل ازاي؟ البرياني اذا ما خدش زبادي او لبنه ما يبقاش برياني مع الكشنه بتاعته. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا شيف بالتفصيل؟ تعمل الكشنه بصل ثوم جزره مبشوره. لازم يكون عندك زبيب منقوع. بتجيب تعمليه بالفراخ افضل حاجه البرياني بالفراخ يبقى لطيف وحلو. باخد الطماطم عينيا اهو شلتها خالص اهوت يا باشا زي الفل. ونمسك الطماطم دي بالسكينه ونعمل الكشنه بتاعته وبعد كده يسوي الفراخ والرز البسماتي بتاعنا الجميل يتستوي لوحده. ونجيب صينيه زي اللي عملت فيها المقلوبه دي كده ونرص الكشنه مع الفراخ المستويه ونحط عليها الرز البسمتي. شفت لا شفت الشغل الجامد ده يا شفيق؟ شفت الشغل الجامد ده يا شفيق؟ العب العب طحينه اه اه هو ده لسه ما خلط. الطحينه دي بقى القوام دي حارس المرمى القوي. حلو. عصير حامض يا عم الشيف فينه؟ الطحينه هنا هي اللي هتديني القوام. ايه تاني يا عم الشيف؟ فص توم ني. بعشق التوم الني في قلب السلطه بيديها باور. شويه هريسه حمراء بحب اول الفلفله الحمراء دي على فكره. مش هحط بصل ني. بصل ني مع الوقت هيصنن. اخبار البتنجان. زي ما هو كده ينزل على الخلطه اللطيفه دي يا عم الشيف. ونقلب كل ده مع بعضه بشوكتين مع بعض مع رشة ملح لطيفة جميلة. مش هنحط زيت زيتون لأن احنا حاطين زيت زيتون في البداية خالص. رشة الملح ورشة الفلفل. ممكن أحط شوية كمون والكمون اختياري. نحطش توابل تانية. الأكلة دي بريئة من القرفة بريئة من الكزبرة. نعم يا ست الكل. شفتوا الطحينة دي مع الطماطم الله مع البتنجان المشوي القرن الفلفل اللي انا مقطعه حار في قلبيها لهلوب. هناخد السلطه دي يا عم الشيف ونغرفها بس خلاص. والمقلوبه هنقلبها عشان وقتنا. بسرعه كده. عندك شويه جرجير بقى شويه بقدونس شويه خس. بس الحاجه تتغسل عشان الاطفال الحلوين اللي على السفره لما يشاركونا هياكلوا من الاكل ده كده. ننزل بالسلطه دي. يلا صل على الحبيب قلبك يطيب. اعمليها النهارده وقولي رايك فيها وسيبيها تبرد كده. وجيبي فرن العيش اللي جنبك. جيبي قفص عيش هتدعي لي. دي خلاص خليها على جنب كده. نقدمها هنا. عايز مكانها هنا؟ مش محتاجه حاجه. احط بس على وشها كده شويه زيت زيتون. اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي. سيبها تبرد بس شويه. حلو. تعالوا نغرف المقلوبه مع بعض بسرعه في السرفيس بتاعنا ده كده. نطلعها من الفرن ونوسع لنفسنا كده. والنظافه يا عم الشيف اول باول. المقلوبه اخبارها ايه؟ جاهزه؟ عينيا. اللهم صل على النبي. باخد الصينيه معايا كده. ايه الجمال ده يا عم الشيف؟
سموها مقلوبه ليه؟ حد يقول لي. اللهم صل على النبي. حلو، بورقه الزبده كده تعملها حركه لطيفه عشان تتقلم معاكي اهو. الحركه اللي بعملها دي اهو 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 زي ما انا شغال كده اهو زي الفل. خلص الكلام، واجيب الصينيه بتاعتنا ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. اوبا يا ويلي يا ويلي يا ويلي. مقلوبه بخفه دم مصريه، لا تقول لي فلسطينيه ولا اردنيه. اه خدت الشعار المصري، انا دايما مع اللي بيعمل الاكله ياخد الشعار بتاعها على طول، حتى لو بنعمل شوربه بصل. عينيا حاضر يا فندم. بالشكل ده كده البرزنتيشن ده مطلوب، القرفه على وشها، الطماطميه دي ناخدها كده ونقدم المقلوبه بتاعتنا كده زي الفل. معايا عيش، يا الله معانا عيش متحمص. العيش ده بينزل كده جنب السلطه اللطيفه دي كده. شفت الشكل بقى حلو ازاي يا شفيق؟ ايه رايك في الشكل الحلو ده كده اهو؟ نجيب الشوربه بتاعتنا جاهزه اهي. الكرفس امتى يتحط على الشوربه؟ ملك الشوربه وانا معاكم اهو. الكرفس عندنا متقطع جاهز، ينزل على الشوربه بتاعتنا الجميله اهو اهو اهو، واخده توابلها زي الفل. تقليبه صغيره، الله اختياري. ممكن تتضرب في الخلاط، ممكن تتقدم زي ما هي زي ما انت عايزه اهو. شوربه البطاطس بالكرفس، حابه تحط لها كريمه لباني مش هتقول لا، هترحب. نغرفها مع بعض علشان كده وقتنا خلص وما حسيناش بالوقت. دايما اللي بيشتغل من قلبه الوقت بيعدي ثواني، بيجري زي القطر. قاعدين ونبص كل شويه في الساعه ونلبس امتى الجاكيت بتاعنا، الوقت بيعدي كانه سنه. شوربه البطاطس بالكرفس صحيه، مقلوبه من المطبخ المصري بالرز المصري، قرنبيط ودجاج. عملنا متبل البتنجان بالطماطم المشويه مع الخلطه السحريه المغازيه. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.